اهلا بمندوب الفيفا واهلا بمدير الدائرة الرياضية في شركة كوكاكولا، وتهانينا يا سيد زاهي خوري بانه انت بتطفي الشمعة الـ15 من عمر هذا المشروع الانتاجي الوطني على ارضنا الفلسطينية. احنا سعداء وهذا شرف لفلسطين وللأسرة الرياضية الوطنية الفلسطينية أن تكون المحطة الأولى في استضافة كأس العالم. هذا شرف لفلسطين، شرف للأسرة الرياضية الفلسطينية، لاتحاد كرة القدم الفلسطينية إنه تستضيف كأس العالم. طبعا هاي زيارة رمزية، ولكن طموحنا وتطلعنا انه احنا في يوم من الايام نحصل على بطولة كأس العالم، وان شاء الله هذا سيتحقق باصرارنا، سيتحقق بايماننا بدور الرياضة كمنظومة اخلاقية انسانية. الرياضة كلغة عالمية، الرياضة كوسيلة تواصل مع كل العالم. كأس العالم هو الحدث الأهم الأبرز في تاريخ الرياضة وفي كرة القدم. اللي بيشاهدوا مباراة كرة كأس العالم 5 أضعاف اللي بيشاهدوا الألعاب الأولمبية. استضافة هذا الكأس ومروره بأجواء أي دولة هو حلم، ولكن بالنسبة لفلسطين هذا الحلم أصبح حقيقة. شكرا للفيفا اللي أعطتنا هذا الشرف، شكرا لبلتر على مشاريع الهدف اللي عملها واللي بعملها في فلسطين. فلسطين اللي بعد ما أصبحت عضو عامل في الفيفا بعد انقطاع طويل بسبب الاحتلال والعدوان أصبحت لاعب أساسي ومحوري في المنظومة الكروية العالمية. ومن هون احنا الآن في عندنا دوري، في عندنا محترفين، في عندنا دوري نسوي، ولكن كمان احنا في عندنا ملعب وطني، فرقنا لعبت وبتلعب على أرضنا أول مرة في تاريخنا. وفلسطين استضافت فرق، استضافت بطولات، وفلسطين تستحق هذا الشرف من الفيفا ومن الأسرة الرياضية واللي على رأس بلتر. أنا فعلا بقول للكوكاكولا وبقول للفيفا بأنه ما أنجز في فلسطين صحيح بمساعدة القطاع الخاص، وصحيح انه الكوكاكولا شريك في احضار هذا الكاس، ولكن انا بدي الكوكاكولا كمان تكون شريك لاتحاد كرة القدم الفلسطيني في تطوير الرياضة في فلسطين، مثل ما هي الشركة الدولية شريك للفيفا في تطوير الرياضة. فلسطين جزء من المنظومة الدولية، وعلى الكوكاكولا، شركة الكوكاكولا، ان تأخذ قرارا جريئا وأن لا تصغي لمحاولات إعاقة أن تكون شريكا لفلسطين ولاتحاد الكرة الوطني الفلسطيني في تطوير الرياضة. احنا بنواجه احتلال فاشي عنصري لا يريد أن يرى بسمة على شفاه أطفال، بشل حركة لاعبينا وإداريينا، وبمنعنا نقيم منشآت، وبمنعنا نستضيف فرق، وبمنعنا انه احنا نحصل على تجهيزات رياضية حتى لو كان مصدرها الفيفا. ولكن اليوم العالم كله معنا، العالم كسر كل القيود وكسر الحصار بانه جاب لنا هذا الكاس. ومع كل ذلك احنا كنا حابين انه يجينا من شرقه مش من غربه، لانه احنا بوابتنا للعالم
بوابة الشرق وليس بوابة الاحتلال، ولكن هي نفس الأسباب، هي نفس الأسباب اللي حتى هيك فرحة بدهم شوية يسمموها. ولكن مع كل ذلك الكأس عندنا، والكأس المكان الوحيد اللي راح ينام فيه ليلتين هو في فلسطين. وانطلاقة الكأس لن تكون من هنا، ستكون غدا من القدس من جنب الجدار، كي يرى العالم قديش احنا بنعاني، بس قديش كمان احنا عظماء، قديش احنا صامدين، قديش احنا صابرين. اريد ان اقول لكم ان حياتي مدينة للفوتبول، وانا موجود هنا شكرا للفوتبول. انتمي الى عائلة فقيرة في الارجنتين تتكون من 9 اخوة. عندما كنا في بعض الاحيان نأكل مرة واحدة في اليوم. شكرا للفوتبول استطعت ان اساعد عائلتي وان اكون اليوم بينكم في فلسطين. También el fútbol me enseñó cómo se puede llegar estando muy abajo se puede llegar muy arriba. كما علمني الفوتبول ان بامكان الانسان المتواجد في ادنى درجات السلم ان يصعد وبشكل سريع الى الاعلى. Aprendí a luchar en equipo. تعلمت ان اناضل في فريق. Todos juntos. كلنا معا. Si ustedes recuerdan el mundial del 90, Argentina pierde el primer partido contra Camerún. إذا بتتذكروا في المونديال 92 خسرت الأرجنتين ضد الكاميرون. مارادونا estaba lesionado. كان مارادونا مصابا. Argentina jugaba mal. والأرجنتين لعبت بشكل سيء. Y nos juntamos como una familia. واجتمعنا كعائلة. وقلنا يجب أن نذهب إلى الأمام. ووصلنا إلى النهائيات. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. أهنئ وأشكر فيفا وكوكاكولا. الكأس موجود هنا اليوم في فلسطين. أستطيع أن أؤكد لكم أن كل شباب هذا البلد يجب أن يحلموا بأن يحصلوا على هذا الكأس يوما ما في فلسطين. السيدات والسادة ممثلي الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا المحترمين وأعزائي ممثلين الصحافة المسموعة والمرئية المحترمين، باسمي واسم مجلس الإدارة أسعد الله أوقاتكم في هذه اللحظات الاستثنائية التي ترسم فيها دعائم مرحلة جديدة نتطلع لأن يكون لها أكبر الأثر ليس على مستوى الشركة فحسب بل والواقع الاقتصادي لبلدنا الغالي فلسطين. إن الشركة التي بدأت مسيرتها قبل عقد ونيف لتفخر بالنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال وقت قياسي مقارنة مع شركات أخرى مماثلة في دول لا تعاني من ظروف سياسية واقتصادية قاسية ومتقلبة مثل التي نعيش بها، إن الإنجازات التي حققتها الشركة لم تأتي من فراغ بل نتاج عمل دوب وإصرار على مواجهة كافة التحديات وتقديم الأفضل لشعبنا، خاصة زميلاتي وزملائي الذين يمثلون رأس المال الحقيقي بالنسبة إلينا.